أكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صفاء حسني على ضرورة تطوير التعليم الفني. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. الجلسة النهاردة كانت غنية جدا، وكلنا اهتمام وشغف بالتعليم الفني، لأن أي حد بيفكر في تنمية اقتصادية أو صناعية لازم يتجه للتعليم الفني كبداية. احنا طرحنا عدد من التوصيات على وعدد من التحديات برضو على طاولة الحوار الوطني، منها ان ماذا بعد شهادة التعليم الفني، ايه هو المسار اللي بيمشي عليه خريج التعليم الفني، لان دي بتعتبر مشكلة كبيرة. ويمكن رصدنا ان بعض اوائل الجمهورية في التعليم الفني في شعب مهمة جدا زي الالكترونيات وزي الكهرباء بيتجهوا لمعاهد التعليم الفني الصحي بعد التخرج. فتخيل حد هو أشطر واحد على مستوى الجمهورية في شعبة زي الإلكترونيات، بدل ما يكمل المسار بتاعه في نفس الاتجاه، لا يتجه للتمريض أو ما شابه، فقط لأن ده ليه ضمانة للشغل، فقط لأن ده ليه تكليف من وزارة الصحة. فكان هنا هدفنا أن احنا لا لازم نعبر عن الناس دي، ولازم نقول أن احنا كده بنخسر الكوادر المتميزة من التعليم الفني. طرحنا في برضو في نفس الصدد أن إزاي ريادة الأعمال تكون على مائدة التعليم الفني، ويكون في مكون ريادة الأعمال في مختلف المدارس. أنا دلوقتي لو أنا بعرف أعمل مهارة معينة أو صنعة أو حرفة، إزاي أطور الحرفة دي وخليها تبقى مصدر دخل ليا، ويبقى هو ده خلاص. لو أنا ما فيش في عيب إن أنا أكلف حد أو في نقص في الوظائف، خلاص ريادة الأعمال تقدر تغطي النقطة دي، وتقدر تعلم الطلبة إزاي من اللي بيدرسوه يقدروا يطلعوا مشاريع وتبقى مشاريع مبتكرة ومهمة.